اسمعها مني وافهمها جيدا يا رفيق الدرب. إن قيمتك بالهم الذي تحمله والهدف الذي تحيا من أجله، وحين يكون الهم تافها فقيمة الإنسان معروفة لا تحتاج إلى بيان. فحاصل ضرب الصفر في صفر يساوي صفر، لكن حين يكون همك وهدفك أخرويا سماويا فإنك تكون رقما صعبا في معادلة الحياة. واعلم أنه من رضي بالدون فهو دون، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. أوصيك أخيرا ونفسي بتقوى الله، أوصيك أخيرا ونفسي بتقوى الله، فقد زادت الفتن يا رفيق الدرب، فقد زادت الفتن يا رفيق الدرب، ونحن والله أقرب إلى الساعة مما كان عليه المسلمون قبل 14 قرنا حين نزل قول الله اقتربت الساعة وانشق. قال الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. فها هي العلامات تترأ، تطاول الحفاة العراة، ووسد الأمر إلى غير أهله، ورأينا الكاسيات العاريات، شربت الخمور، واستحلت المعازف والقينات، وانتشر الربا، وتركت الصلوات، فماذا ننتظر يا رفيق الدرب؟ فماذا ننتظر يا رفيق الدرب؟ قال الله هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم.